السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في البرنامج الأسبوعي إثيوبيا والعالم العربي. في هذه الحلقة سنتطرق لأحد أبرز تواريخ إثيوبيا في العالم العربي والإسلامي، ألا وهم الأغوال. هؤلاء الفرسان المجهولون الذين خدموا بيت ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكثر من 800 عام. هؤلاء الأغوات يجب أن يسطر تاريخهم بماء من ذهب في قلوبنا قبل الأوراق والمخطوطات. كونوا معنا. إثيوبيا اسم تردد ذكره في جميع أحقاب التاريخ، ابتداء من هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم إلى يومنا هذا. فتاريخ إثيوبيا يفوق تاريخ غيرها من سائر البلدان الأفريقية، ومن أهم وأبرز تواريخ إثيوبيا العريقة في العالم العربي والإسلامي هو تاريخ الأغا. الأغوات هم جماعة من الناس تقوم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. هؤلاء الأغوات حفر الزمان في وجوههم خطوطا حفظت التاريخ أكثر مما حفظته الكتب والمخطوطات، وجوه تشع سكينة ووقار، وتعشقت مسامها بعطور المسك والعنبر. اصطفاهم القدر ليهاجروا من بلاد الحبشة ويتشرفوا بخدمة بيت رسول الله ومسجده بالمدينة المنورة، ليعيشوا قصة عشق وعطاء امتدت لأكثر من 800 عام. الحمد لله، أنا في نعمة. من أول يوم جئت هنا تارك البلد اللي ولدت فيه، وأبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي كلهم موجودين في حبشة، من أرض الحبشة، من أرض بلاد الهجرة. عندما تنظر إلى صور هؤلاء الأسياد الأكابر تقف متأملا في وجوههم، صورا تدخل الهيبة في نفوس من رآها وتجعله يقف صامتا يتأمل في ملامحهم، في نظراتهم الثاقبة وفي وقفتهم الشامخة، ويتساءل عن القصص والأسرار التي يحملها كل واحد منهم في مسيرته الطويلة. هؤلاء الأغوات الفرسان المجهولون الذين تشرفوا بمكانة خاصة داخل المسجد النبوي الشريف. يجلس الأغوات في دكتهم المعروفة بدكة الأغوات، ويتميزون بهدوئهم وقلة كلامهم. يخدمون الحجرة النبوية بشغف، يغسلونها بماء الورد ويطيبونها بالمسك والعنبر. كما ذكر ابن البطوطة راحل الكبير له قبل 700 سنة تقريبا، من زار مكة قال: زرت مكة وجدت خدام الحرم المكي من أصول حبشية. هذا ابن البطوطة لنصفه، وهذا بما يدل على أن تاريخ الأغوات في الحرم المكي والمديني قديم جدا، منذ أن نشأت الاهتمام بالحرمين المكية المدينة، فسواء كان ما يتعلق في عهد الأمويين أو في عهد العباسيين أو في العهد السعودي الحالي، فنظام الأغوات وسمعة الأغوات ومكانة الأغوات ما زالت مستمرة منذ القدم. كلما ذكر الحرمين الشريفين مكة والمدينة ما حد ينسى تاريخ الأغوات في هذا المقام، لأن الأغوات لهم مقام كبير جدا في هذا المقام، في هذا المكان المقدس. لفظ كلمة آغا أعجمية مستعملة في اللغات التركية والكردية والفارسية، فعند الأكراد تطلق على شيوخهم وكبارهم، وتطلق عند الأتراك على الرئيس والسيد، وتطلق في الفارسية على رئيس الأسرة. وصارت كلمة آغا أيام الدولة العثمانية تطلق على الشيخ أو السيد أو صاحب الأرض ورئيس خدمة البيت. وكان كثير من خدام الحكومة في الوظائف العسكرية يلقبون بكلمة آغا. وفي مكة والمدينة لفظ آغا خاصة بخدام الحرمين الشريفين، يهتمون ويتحملون مسؤولية حماية الحرمين الشريفين، وحتى ألقابهم هو خادم الحرم المكي أو خادم الحرم النبوي، أي اللقب اللي دحين بينادي فيه الملك السعودي ابتداء من الملك فهد رحمه الله، كان لقب من ألقابهم. وهذا بما يدل على أن خدمة الحرمين خدمة كبيرة جدا، ومن هنا اختار الحكام السعوديون أن يكون ألقابهم خادم الحرم المكي والمديني أو خادم الحرمين،
فإذا الألقاب هذه كانت خاصة بألقاب وينادى فيها الخدام الحرم المكي المديني اللي هم الأغوات اللي هم من أصول الحبشيات. يعود تاريخ الأغوات إلى عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فهو أول من وضع خداما للكعبة. أما أغوات الحرم النبوي الشريف فيعود تاريخهم إلى زمن الملك ناصر صلاح الدين بن أيوب، فهو أول من عين خداما لخدمة المسجد النبوي الشريف. ظل الأغوات على مر العصور يتميزون بزي معين، فقد وصفهم ابن بطوطة في رحلته قائلا: إن الأغوات على هيئات حسان وصور نظاف وملابس ظراف، وكبيرهم يعرف بشيخ الحرم وهو في هيئة الأمراء الكبار. وفي أيام الدولة العثمانية كان الأغوات يلبسون عباءات إسطنبولية وأثوابا واسعة مطرزة مشدودة عليها حزام، ويحملون في أيديهم عصيا طويلة، ويضعون على رؤوسهم غطاء. ويقال إن السلطان سليمان القانوني هو الذي رتبهم على هذا الوضع في القرن السادس عشر ميلادي. أما لباسهم اليوم فيتكون من رداء يسمى الرجبة، ورداء يوضع على الكتف يسمى الحزام، وغطاء يوضع على الرأس يسمى القاوق. كما ذكرت لك أن ابن بطوطة أشار عليهم أن خدام الحرم المكي والمديني هم من أصول حبشية. ولماذا تم اختيار الحبشيين لهذه المهمة؟ فتعرف طبعا مكانة الحبشة في الإسلام مكانة كبيرة جدا منذ القدم، منذ نشأة الدعوة الإسلامية اللي قبل 1400 سنة تقريبا، اللي هي سنة 615 وصل الإسلام أو الدعوة الإسلامية للحبشة. فمع وصول المهاجرين واستقرارهم في الحبشة 15 أو 16 سنة، وكون الحبشة طبعا وصفت من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها بلاد الحق وفيها ملك عادل صالح لا يظلم ولا يظلم أحد، فاختارها لتكون مأوى للمهاجرين أو لأتباعه اللي واجهتهم الصعوبات والمشاكل في مكة. فمن هناك تاريخ الحبشة بدأت منذ الدعوة الإسلامية، لأنه نحن ارتباطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ارتباط وثيق جدا، سواء كان في تربيته اللي كانت مهمة أم أيمن الحبشية اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أم أيمن أمي بعد أمي وبقية أهلي، فهي التي قامت بتربيته وحمايته واحتضانه وتغذيته وتلبسه بكل شيء، كان في على أكتاف أم أيمن تربى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابط الثاني اللي بيربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي رابطة الأذان، بلال الحبشي فهمت اللي صاحب الأذان الأول، واللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أسامة بن زيد أو ما ذكره اللي هو سنن ابن أبي داود أن الملك في قريش والقضاء في الأنصار والدعوة في الحبشة أي الأذان في الحبشة. فإذا الثلاث العوامل هذه هي اللي وضعت القواعد الأساسية لهذه الرسالة العالمية. إن تاريخ الأغوات منذ القدم هيكون مرتبط حماية الحرمين الشريفين اللي هي مكة والمدينة، أيضا وقعت في الحبش عن طريق الأغوات. فهنا اختيار الأغوات ليس من طريقة سهلة جدا، لكن الاهتمام بالحرمين الشريفين مكة والمدينة، أيضا ارتبطنا نحن كحبش لما مكانتنا في الإسلام، والرسول طبعا الجنس الوحيد اللي كان مستضافه هو الجنس الحبشي، فجعلهم أساس بالأمر والاستقرار. فمن هنا ارتباطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام قديم جدا منذ القدم منذ نشأة الدعوة الإسلامية. ثم حماية الحرمين مكة والمدينة أيضا ارتبطت فينا وستظل ترتبط بنا إلى يوم القيامة. لقد حظي الأغوات في العهد السعودي برعاية كريمة وتقدير كبير لما يقومون به من خدمة جليلة في الحرمين الشريفين. وقد بدأ اهتمام الدولة بالأغوات مع بداية العهد السعودي، حيث في سنة 1346 هجريا صدر مرسوم ملكي من صاحب الجلالة الملك عبد العزيز رحمه الله بخصوص أغوات الحرم المكي، فهم بأمورهم الخاصة على ما كانوا عليه، ولا يحق لأحد أن يتعرض عليهم أو يتدخل في شؤونهم. وبعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله أيد الملك سعود تقرير والده بتقرير ملكي برقم 35 وتاريخ 1474 هجرية، وهذا نصه:
إننا نقر أغوات الحرم المكي أن يبقوا على الترتيب والعادة التي يسيرون عليها في أمورهم الخاصة، وألا يتعرض لهم في هذه الأمور أو يتدخل في هذه الشؤون أحد. ويذكر الأغوات أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله كان يرسل إليهم كل عام مكرمة ملكية ومشالح تصلهم عن طريق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فالدولة تصرف لهم مرتبات كافية إضافة إلى عوائد الأوقاف التي توزع عليهم بالتساوي، وأوقافهم منتشرة في مكة المكرمة والمدينة وجدة وطائف والأحساء، ولهم أوقاف في العراق والمغرب واليمن، وهي تدر عليهم مداخل كبيرة تجعلهم في رغد من العيش. كل من قام وقدم إلى مكة والمدينة لزيارة، سواء كان حكام البلاد من جميع الجهات أو مسؤولين أو تجار أو ناس أصحاب الأموال، يتبرعوا ويعملوا وقف لهم في هذا المكان خاص بهم تبركا بهم. الأغوات كان عندهم مزارع كبيرة جدا في العراق، مزارع تمور، تعرف العراق مشهورة بمزرعة التمور، كان عندهم أوقاف رئيسي للأغوات الحرم المكي نصنا فصلا كده تكافيها. كان أنا أتذكر وأنا تربيتي في مكة كان يرسل مناديم من مكة يعملوا يجمع الغلة كل سنة في العراق وفي منطقة شرقية في عصا مزارع تمور خاصة وقف بهم، وفي اليمن كانت عندهم مزارع خاصة بالبن خاصة بهم، وفي مصر عندهم كانت مزارع. كل الإيرادات كل سنة تتجمع من هناك وتأتي تصرف لهم، غير الأوقاف المباني اللي كانت حول الحرم المكي والمدينة بالمئات. ما من وصول يجي يزور للعمرة أو للحج يشتري بيت من بيوت أو يبني بيت من بيوت يعملها إيرادات وقف للأغوار، لأن هذا المتخصص بخدمة الحرم المكي والمدينة. لا عندهم استثمارات ولا عندهم أموال ولا عندهم كان زي ما تقول عوائد كثيرة، إيراداتهم كانت كل سنة توصل إلى مبالغ أكثر من 300,000 ريال سعودي. لما تحولها عن طريق العملات الأثيوبية أكثر من 1.5 مليون ابتداء من الملك عبد العزيز قبل 90 سنة، كلها تحل فيها إشارات لنظام الأغوات، نظام خاص بهم إداريا وماليا واقتصاديا. في هناك نص مفصول أنا طلعت عليها بعيني، كل ملك سعودي سواء كان الملك عبد العزيز لما تولى الحكم في السعودية وقع عدم التدخل في شؤون الأغوات نصا وفصلا، جاء الملك سعود وصادق عليها أيضا عدم التدخل في شؤون الأغوات، جاء الملك فيصل وقع عليها، جاء الملك خالد وقع عليها، جاء الملك فهد فيما بعد أيضا وقع عليها، جاء الملك عبد الله بن عبد العزيز وقع عليها، الملك سلمان ما أدري ده وقع الموقع، لأنه حدثت فيما بعد تدخلات في شؤون الأغوات. لكن نصا وفصلا في نظام الأغوات كمبدأ رئيسي منذ الكتاب ينص عدم التدخل في شؤون الأغوات. وهذا عدم التدخل في شؤون الأغوات، لا وزير الداخلية تدخل في شؤونهم في السعودية، ولا وزير الأوقاف تدخل في شؤونهم، ولا وزير الخارجية تدخل، ولا ولي العهد ولا الملك يتدخل في شؤونهم. إدارة خاصة بهم، إدارة خاصة بهم ماليا وإداريا. في السابق كان الأغوات يقومون ب 42 وظيفة في الحرمين الشريفين، منها غسل المطاف وتنظيف الحرمين وإنارة القناديل وغير ذلك من الأعمال. أما في الوقت الحاضر فقد انحصر عملهم في 3 وظائف، هي المشاركة في استقبال الملك والوفد المرافق له، وخدمة ضيوف الدولة من رؤساء ووزراء وغيرهم من المرافقين التابعين، حيث يفرشون لهم السجاد ويقدمون لهم ماء زمزم، وفصل النساء عن الرجال أثناء الطواف ومنع النساء من الطواف بعد الأذان. وفي المسجد النبوي الشريف يقومون الأغوات بتنظيف الحجرة النبوية وفتحها للضيوف عند الحاجة، واستقبال ضيوف الدولة عند باب السلام ومرافقتهم وملازمتهم إلى أن يغادروا المسجد النبوي الشريف. مباخر يجيبوا لنا في 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 حالتين، في الحالة لما نيجي الضيوف بالمباخر هنا نستقبل مباخر الضيوف، نستقبل الضيوف من باب السلام إلى باب الروضة، نستقبل الضيوف بالمبخرة. هم اللي يستقبلوا الرؤساء والملوك،
من باب الملك ويعملوا فيهم طواف هم في قيادته في تعميم للطواف ومن ثم يفرشوا لهم الفرش يصلوا فيها ويجيبوا لهم زمزم يناولوا فيها ومن ثم يفتحوا لهم الكعبة فهمت عن طريق اللي هو قدام الحرم اللي موجودين اللي يسموا بين الشيبة لما يتم غسل الحرم من الداخل الكعبة هم اللي كانوا يقربوا الماء الزمزم ويقربوا المغسلة ويغسلوا مع بعض وإذا حدث تغيير الكسوة حق الأعضاء يكون لهم نصيب منها طيب يعني احترام وتوكيل وهذا اللي بيشاهدوا السفراء المسؤولين نجي تعرف كان يعمل لهم دعوة للتبرك إلى المغرب إلى باكستان إلى ماليزيا إلى اندونيسيا دعوة رسمية من الحكومات من هناك يسافروا لهناك يستقبلهم استقبال رسمي كانوا يستقبلوا الملوك كل خادم الحرم وصل فلان فلان الإعلام يغطي فيها تغذية كاملة وموتر سايكل وبراسم رسمية ويدخلوا في قصر الملك ولا قصر الملك حسن الله يرحمه ملك المغرب كان يستضيفهم في دياره ويجلسهم يقول هذا مكان مخصص للشيخ الأغواط ولا للأغا فلان فلان خادم الحرم اللي قدم من مكة وفي المدينة وفي باكستان إذا راحوا والله العظيم استقبال من المطار حتى قصر الرئاسة كان حماية كاملة واحتفال كبير جدا بزيارتهم ثم هناك التزامات فإنت شفت الأخوات مراسمهم ملابسهم شبيهة بصورة الكعبة اللي هو عظمة الكعبة البيت الحرام الكوافي اللي بيعملوها الحزام اللي بيربطها في وسطهم الحجابة اللي بيعملوها فهم؟ شكلها شكل الكعبة بالضبط والتمام فهم؟ يعني حتى الحجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة طبعا تعرف مذهب وكذا نفس الميزة نفس الملابس تنطبق أيضا على الأخوات إذا شكلا ومضمونا ولباسا وأخلاقا حيكون ارتباط بهذا المقدس بهذا المكان المقدس الصفة اللي ارتبطوا عليها الثقة الكاملة في الشخصية اللي تقوم بخدمة الحرمين خدمة مكة والمدينة ليست بالأمر أول شيء الأمانة والدرجة الأولى الصدق والأمانة فوق كل شيء ثم الإخلاص الإخلاص أن هذا الشخص يكون مؤهل لتحمل مسؤولية الحماية لهذه المقام المقدسة في مكة وفي المدينة لما مثلا أنا في المدينة لما نسلمك حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح مفتاح الحجرة إلى الآن ما زال في أيدينا معنى ذلك استلام حجرة المصطفى المفتاح يعني المفتاح كونه بيدك كونه بيدك هذا ما من مسؤول أو ملك أو رئيس يزور المدينة هم اللي يقوموا بفتح البوابة ويدخلوا ويزور حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مقبرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الأمانة هي في الدرجة يعني حاكم سعودي أو حاكم عباسي أو حاكم عثماني ما تمكن من اختيار وزير من وزرائه لتحمل مفتاح الحجرة النبوية بل وإنما ارتبط باختيار الحبيش اللي هم الأغوات ليكونوا مسؤولين عن المفتاح حق الحجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأغوات الذين تلحظهم يتجولون ليلا ونهارا في أرجاء المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف وقد سخروا أنفسهم لخدمتهما ويظل الأغوات لغزا يتطلع الكثيرون لسبر أغواره اكتسب الأغوات من المسجد النبوي وأجوائه الروحانية وقارا وحكمة في هدوء لافت فهم لا يتكلمون كثيرا تأدبا في حضرة المكان وعلى دكة الأغوات التي تقع في جانب من الحرم تراهم يجلسون جلوسا متأهبا مرتدين عمائم بيضاء وشالات ملونة وأحزمة تلتف حول خصورهم واضعين أنفسهم رهن الإشارة إذا ما احتاج الأمر إلى تقديم خدماتهم داخل المسجد النبوي والحرم المكي هذه دكة الأغوات أول ما جئنا شيوخنا أمرونا نحن نجلس في آخر الدكة أولاد الخدمة نسمى نحن لأن نحن خلاص للخدمة أي شيء يقول في أمل في المسجد نظافة حاجة يستاهل ونحن نقوم من هناك عندنا دلو وعندنا سفنجة وعندنا موية إبريق كبير ونروح ننظف ونجي ونجلس في نفس المكان هناك ما نجلس فوق الدكة عند إلا الكبارية واللي في الدكة
واللي يربطنا كذلك من خلال هذه الروابط الحرمين أصول الإسلام في الحبشة، وصول علماء الأرياف إلى هذه المقدسات الإسلامية، فمن هنا أيضا وصول الأغوات لخدمة الحرمين الشريفين مكة والمدينة أيضا يكون مرتبط ومتناسق مع وصول العلماء إلى الحرمين الشريفين. طبعا نحن من أيام عندك تابعين عطاء بن رباح الحبشي المفتي الوحيد اللي تحمل مسؤولية الإفتاء في مكة 20 سنة باستمرار دون مزارع أو منازع، هو عطاء بن رباح من أصول حبشية. وسيد التابعين سعيد بن جبير اللي تحمل المسؤولية في كوبا، حنا بصماتنا في الإسلام منذ القديم قديمة جدا. فمن هنا حماية الحرمين وخدمته أيضا هيكون مرتبط فينا أيضا عن طريق الأغوات. فإذا ما كانت الأغوات موجودة منذ القدم، تعتبر حارة الأغوات من أشهر الحارات في المدينة المنورة، حيث يبدأ زقاق الحارة من أمام باب جبريل من الناحية الشرقية للمسجد النبوي الشريف، ويتجه شرقا إلى باب الجمعة في السور العثماني والذي كان يفضي إلى البقيع. وقد كانت بيوت حارة الأغوات بشكل عام قديمة جدا، مبنية من الطين والطوب، وهي على ارتفاع دورين وثلاثة أدوار. وتحتوي حارة الأغوات على العديد من الأزقة، منها زقاق اللبان وزقاق سيدنا إسماعيل وزقاق الخشب، كما كان يوجد فيها العديد من الأربطة كرباط مظهر ورباط البدوي ورباط العرجة ورباط خير الله. وقد كثرت الأربطة فيها لأن غالبيتهم كانوا من الأغوات، وأموال الآغة تتحول بعد موته إلى وقف وأربطة. كما كان في حارة الأغوات بئر ماء تسمى عين الحارة، وترجع تسميتها بهذا الاسم لأن أغلب الأغوات يسكنون فيها لقربها من المسجد النبوي، وهو ما يفسر ازدحام الأربطة والمدارس في هذه الحارة. وقد هدمت هذه الحارة وأزيلت، ودخلت المسجد النبوي الشريف توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله. فالاهتمام أيضا بتاريخ الأغوات جزء من تاريخنا ومكانتنا في الإسلام، أو إذا كنا نهتم بالحرمين في مكة وفي المدينة أيضا لازم نهتم بتاريخ الأغوات. فكتابته حاليا طبعا زي ما قلت لك بدأوا ينقرضوا بعد هذا. أنا طبعا أتوقع أن بقية تاريخ الأغوات ما تزيد عن 10 سنوات، بعد 10 سنوات حيظل التاريخ كانوا الأغوات هنا فقط، كانوا مش يكونوا، لأنه ما حد يحلم حاليا. حتى اللقب حقتهم أخذوها لما أخذها الملك فهد الله يرحمه كلمة خادم الحرمين الشريفين، هذا كان جزء من تاريخهم هم. لو وجد جهات رسمية أقول لا هذا والله من ألقابنا من سماتنا من اختصاصنا، من يدافع عنهم؟ ما حد دافع عنهم، أخذوه. واستمر الملك عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز أيضا في نفس اللقب، واستمر الملك سلمان واللي بعده، لأنه اللقب هذا اللقب خادم الحرم المكي والمديني هذا مرتبط بنا نحن الأغوات في الحبشة، خاص بنا، حق من حقوقنا. فقد صار هؤلاء الأغوات لازمة من لوازم المسجد النبوي لقرون كثيرة، وصارت لهم مكانة متميزة بسبب ارتباطهم بهذا المكان المتميز. ووضع لهم نظام دقيق وصنفوا في طبقات، وعين لهم رئيس وأوقفت عليهم الأوقاف، وخصصت لهم عائدات صناديق النذور، ومعظمها كما كانت ترسل إليهم الهدايا. وكان ينظر إليهم دائما على أنهم من العباد الزهاد الصالحين، وتظهر الوثائق تاريخا حافلا للأغوات في العهد العثماني، يشكل مادة ثرية لكتاب أو رسالة جامعية شيقة تراوح بين التميز في العبادة والعلم، وكتبت رسائل وقصائد في مدحهم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. أهل مكة والمدينة من خلال خبرتي يعني قبل 50 سنة لما كنا هناك، واحد إذا كان مثلا حادث مشكلة في ابنه أو في أهله في بيته، كان يجري لشيخ الأغوات أو للأغا يقول الله يخليك أدعي لي فيها حتى يشفي مرضانا، أو يعتدي ابننا اللي خرج من المسار. كان يجيبوا الابن اللي ارتكب جريمة أو مخالفة صغيرة يعني، يجي يقول أدعي لي يا شيخ لابني هذا حتى يصلح له شأنه. كانوا يتبركوا فيهم تبرك كامل، اللي يقول لو يحدث خصام
عدم التفاهم بين الأسر بين الجيران كان يجوا يستنجدوا بالأغوات فهم؟ والله نشأت مشكلة بيننا وبين فلان أصلي بيننا كان يتدخلوا بتحقيق الأمر السلام بين الأسر بتحقيق الجيران لأنه مكانتهم مكانة كبيرة اللي يكدس الحرم النبوي اللي يكدس المكة فهم؟ ثاني يكدسهم تكدس كامل فهم؟ يعني إطاعة كاملة لأوامرهم وتوجيهاتهم حتى لو زاد الموضوع أكثر من لازم كان يعطل العصا يقول أفرش فينا هذا فهمت خالف أوامر والدي كان يكون من أقل بيفرشوا قبل توجيهاته فإذا الأخوات كان لهم مكانة كبيرة جدا في مكة وفي المدينة الملوك والرؤساء والوزراء كل من زار مكة والمدينة كان يكدسهم كان يحترمهم ويكبر رأسهم بين وين وزير من وزراء الحكام السعوديين كان يكبر رأسهم يعني الاحترام اللي كان يتوصل بهم ويتردد بهم فإذا الأغوات والأئمة الحرم مكانتهم على السواء كانوا يقدسون ويحترمون لأنهم ما يفترقون في مهمة الحرم وينزلوا مع بعض ويطلعوا مع بعض ويجلسوا مع بعض ويفطروا مع بعض في رمضان حتى في رمضان كانوا يتناول مع بعض جنب لجنب تحت المكبرة الأغوات كانوا مكانة عالية عظيمة جدا ومكان محمود كما واحد يكدس الحرمين كان يكدسهم ويحترمهم حماية الحرمين كانت 100% من مسؤولية الأغوات ثم بدأت مع قلة عددهم وانقراضهم حاليا طبعا حاليا ما لم يبقى في المدينة 4 أشخاص كلهم خلاص عجزوا محل تولى محلهم فيما كان نفس الشيء أخذوا المشاريع حقتهم وأخذوا ممتلكاتهم وأخذوا أوقافهم حاليا وبقوا طبعا الرواتب قليلة جدا لكن أيام العز والمكانة انقبضت ما انقرض تاريخنا وأنا خايف دهين آخر فترة آخر مكانة باقي لنا اللي هي منتهى الحجرة النبوية بيد أخونا نور الدين موجود حاليا حي وإذا مات هو يستولى عليه المفتاح وهكذا فقدنا مكانتنا فحياة الأغوات قامت في الحرمين الشريفين منذ 14 قرنا وشارفت حاليا على الانتهاء والزوال في أيامنا هذه وهي كانت وما زالت واقعا ملموسا في حياتنا نرجو أن يستفيد منها الأبناء والشباب ويحاولوا تغطية وظائفهم ومهامهم وأعمالهم حتى في تركيا لو رحت في هناك مكبرة أو ضريحة أبو أيوب الأنصاري اللي يزوروا أكثر من 5000 شخص يوميا وبالو تلقى مكبرة الشيخ بشير الأغا الكبير لا حدش ما بيعرفه سواء كان الطلاب اللي موجودين هناك أنا مرة مريت من هناك طبعا عميد جامعة اسطنبول كان هو اللي استضافني أنا زورون الجنة أقول لكم بشر الأغا الكبير هذا من يكون قال هذا أحد المشايخ حضرتكم اللي كان في المدينة قبل 90 سنة من أعظم علماء المدينة في تلك الفترة عبد الحميد الثاني لما عمل مقره في اسطنبول أخذوا معه 5 مستشار ديني بشر هو أخذ 3 بشر الأغا الكبير بشر الأغا الصغير شيخ نادر الأغا 3 الأغا دائما قلت لك كلمة كبيرة جدا تحترم وتقدس المهم هذا بشر الأغا الكبير أصبح المستشار الخاص بشؤون الدينية عبد الحميد الثاني عند حاكم تركيا فقال طبعا طلبوا أهل الشورى ما هي المذاهب اللي يجب اعتمادها في تركيا الشافعي صادق فيها شيخ بشر الأغا الكبير الحنفية نفس الشيء المالكية نفس الشيء الحنبلية نفس الشيء لما سألوا عن الشيعة قال لا عرضوا الموقف لعبد الحميد الثاني قال ما قاله الشيخ فهو المطلوب واللي مقبول فتركيا بقيت خالية من الشيعة عن طريق الإفتاء حق الشيخ بشار الأغا الكبير يعني إذا أنت رحت في إسطنبول تلقى طريقة وإندونيسيا تلقى حق يوسف الجبرتي شيخ الحبشي عبد الرحمن الجبرتي على علم التاريخ في مصر تلقى فيه نحن بصمتنا في كل دول تجد فيها أنا أبغى المراكز الدراسات البحوثية اللي أنجو أستنجد أصرخ بها أن يفتوها في جامعات في الأقاليم الإسلامية الموجودة سواء كان في عفار في صوماليا في غيرها أن يفتحوا المركز لدراسة التاريخ الإسلامي عما كانت علماء الحبشة علماء الحبشة في العالم الإسلامي إذا نحن عندنا كنوز من الذهب من التاريخ لكن على من تنادي قدم التاريخ نماذج حية للناجحين
فالتاريخ طافح بالنماذج الإيجابية التي يمكن أن يرى الإنسان بها نفسه في أي زمان ومكان، فمن لا تاريخ له لا حاضر له. هذه مقولة نؤمن بها أشد الإيمان، فالتاريخ دوما هو الحافز الدافع للإنسان أن يتقدم ويحرز شيئا، فمن لم يفهم الماضي لن يفهم الحاضر. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، وفي الحلقة المقبلة بإذن الله سنتطرق لعلاقة جديدة بين إثيوبيا والعالم العربي. في أمان الله.